الأسبوع ده آخر أسبوع في الصيف، ورسميا نبدأ من يوم الجمعة القادمة إن شاء الله نستقبل فصل الخريف، واللي بيطلق عليه البعض سيد الفصول. هيستمر وفقا لمعهد الفلك 89 يوم و20 ساعة و44 دقيقة بالظبط. بننتقل من فصل لفصل، بننتقل من الصيف بأجواءه بألوانه، البحر، الرمل، الشمس، كل ألوان الملابس الزاهية الجميلة، لموسم آخر بألوان الشجر والورق اللي بيتغير، بلسعة البرد البسيطة اللي بتبتدي في ساعات الصباح بدري جدا الصبح أو من بعد المغرب كده، في لسعة لطيفة جدا تكسر بس شهر 8 اللي عشنا فيه يعني أجواء حر ورطوبة شديدة جدا جدا، ونتغير النفسية شوية وتتغير الأجواء شويتين، وإن شاء الله يكون موسم حلو على حضراتكم، وخصوصا إن احنا بنبتدي فيه يعني نسبة كبيرة من أهلنا بيبتدوا الموسم الدراسي سواء مدارس أو جامعات.